احنا قعدنا بقينا نقول ايه يعني، بقت الغاز في دماغنا ايه اللي حصل، هل ده ممكن يكون خطأ في رصد الدرجات ولا خطأ في ايه اللي حصل. اما رحنا لقينا مش موضوع رصد، احنا قلنا يمكن يكون من المدرسه كنترول مختلف، المدرسه هي اللي هتدينا الدرجه مظبوطه. رحنا المدرسه قال لنا اعطينا نفس درجه الكنترول كام بقى كانت الدرجه بتاعت 0%، نفس موضوع مريم بتفاصيله كلها كامله 0%. بعدين ما طلعنا لما شفنا التنسيق بتاعه 0%، رحنا بعد كده عملنا في مكتب التظلمات على اساس ان لا ممكن ما مش دي هنلاقيها ان شاء الله مظبوطه، قلنا عشان هتوفر علينا مراحل كتيره من المشاكل والخطوات اللي هي اللي ممكن تتعبنا وترهقنا جامد نفسيا اكتر وبدنيا. المهم فرحنا فلقينا الموضوع ان هو الموضوع ان هو مش موضوعنا احنا، قلنا غلط في رصد الدرجات، بصينا لقينا الدرجات زي ما هي، انها برضك جايب بقى تبديل حاله اللي هي تبديل الاوراق من بره نفس موضوع مريم اللي هو اسمه من بره بالظبط ومن جوه مختلف، ورق ابني بيكتب خط نسخ ومن جوه مكتوب رقعه بنفس مش ورقته مش الورقه بتاعته بس. فان ايه الاختلاف ده يعني، حاولنا برضك نقول ايه ده يعني، حاولنا برضك نروح للمحامي فقال لنا المده تكون طويله،